ريو دي جانيرو البطولة اللي فاتت انت توقعت 5 أوسمة، البطولة الجاية او الاولمبياد الجاي هل يتوقع دكتور عقيل كم وسام سنحصل عليه؟ بس رقم اجاوبك يعني تريد اجاوبك الصدق لو لا طبعا انا عندي ايمان يعني لا تصل لك ساعة لا لا عندي ايمان 90% انه ما تقام الدورة الاولمبية القادمة. تصريح جديد، شكرا لك دكتور. شكرا. وطبعا ما عندي وقت اخذ الاسباب لان اكيد اسباب كثيره لا دكتور. لا انا قاعد اقول لك ما تقام دوره الالعاب الاولمبيه كل اي للكل اكيد عندك اسباب يعني انا هذا وجهه نظري. زين يلا خلينا نتجاوز، اعطيني سبب. ما اعرف بس انا عندي احساس انه دوره الالعاب الاولمبيه راح تكون مؤجله. هي وين مقرره؟ باليابان. يعني هذا مو مؤجله، انه اعتقد راح يكون اكو حدث عالمي انه يغير المعادله بالعالم كلها. عندي احساس بهالطريقه. شنو حضرتك الشيباني مثلا؟ ما له علاقه بالشيباني. لا شنو؟ لا لا الشيباني ابو علي الشيباني رجل سموه هذا تكهن. لا لا مو تكهن. شوف العالم قاعد يشتري بطريقه عجيبه غريبه ومتسارعه. يعني اي واحد عاقل ينتبه ليشوف العالم بدا يتجه اتجاه كله من اجل خلق الحرب. يعني شوف كل العالم صراع غير طبيعي، وهذا الصراع ما ينتج عنا الا صراع يفني كل شيء ويبني كل شيء. يعني انا هاي وجهه نظر. مو اقول لك تكهن لا. بطوله كاس العالم القادمه اذا ما تقام؟ لا لا ما تقام. انا وجهه نظري ما تقام. او اتوقع يعني اقول لك راح اقرب لك يا استاذ علي. 2019 احتمال يعني احتمال يصير تغير. تغير وين؟ تغير بكل العالم. لان الاتجاهات اللي قاعد تمشي بها العالم اتجاهات يعني ما اعرف متضاده متقاطعه متداخله. هسه انت الان دكتور عقيل حميد، بس دكتور عقيل حميد اخر. هسه انت قدامي مو رياضي، انت الان ايش تشتغل بهاي المنطقه؟ هسه شنو تتكهن؟ ليش الانسان يشتغل بس اذا اشتغل بعمل رياضه لازم انا اظل على؟ لا 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 انا شوف انا اتابع كل سياسه العالم. كل سياسيين العالم كل تصريحاته متابعه. هذا استنباط استقراء تكهن شنو هذا؟ لا لا مو تكهن. شوف دائما الثورات اللي بدت الحرب العالميه الاولى الحرب العالميه الثانيه كانت لها مقدمات المقدمات اللي تصير هسه تقرا الاشياء مشابهه. اذا انت تستقرا اي مشابه بناء على معلومات وشوف الاستقطاب اللي دا يصير هسه. شوف اوروبا لا تشتغل بدأت تحاول أن تنفصل عن أمريكا. يعني شوف الفترات هاي أمريكا بدأت تحاول تعيد سيادتها، روسيا تحاول تعيد هيبتها، الصين بدأت تدخل على بدأت تسوي نظام الحرير شو اسمه منظمة الطريق الحرير. الوقت دكتور كلش تجاوزنا على وقتنا. أنا شاكر جدا إليك، بس خل أعيد تصريحات الدكتور الأخيرة. يقول أولمبياد قادم ماكو وكاس عالم قادم ماكو بناء على ما عنده من استقرار. هذا وجهات نظر. وجهات نظر اكيد احنا نضرب مو متنبؤ ولا جسمه لا، بس استقراء للواقع العالمي. شكرا لك دكتور عقيل حميد رئيس اللجنه البارالمبيه العراقيه.